هل حضور حفلات زفاف بدون اختلاط، الحضور نساء مع العريس فقط؟ يعني هاي من المسائل اللي ورطت الناس فيها، انه الرجل او العريس بدخل على صالة النساء وهن متزينات وجاية تحضر العرس، ولا يجوز والله، يعني لا يجوز نظر الرجال الى النساء، والله ما بيجوز. وبدخل هو يعني في يوم عرسه وهن جايات متزينات، وبصير بصراحة ما بيجوز. خلي حفلة النسوان لحال، خلي حفلة النساء لحال، يعني الحلال حلال، حرام حرام. الآن شو بتقدر تطبق من الحلال والحرام؟ هذا موضوع راجع لك. يعني دائما وأبدا يجب أن نعطي الفتوى الصحيحة، بعدين شو بتقدر تطبق من الفتوى الصح الله يقدرك. أما ما بيجوز إحنا نتساهل في أحكام الله وفي شرع الله عز وجل.